لما كنت لسه لاعب في بدايتك عدى عليك اكتر من مدير كوره، اكيد بنتعلم منهم. مين اكتر حد اتعلمت منه ولحد دلوقتي ماشي معاك تعليمه وبتنفذها لحد دلوقتي؟ انا ممكن التعليم صامت، انا يعني احب المدرسه دي جدا. يعني انا من الناس اللي بحب التعليم الصامت جدا، التعليم المواقف، يعني مش تعليم الكلام وبس، في وقت بيبقى فيه تدخل في الكلام والتوجيه والارشاد والنصح. يعني ايه تعليم صامت؟ تعليم صامت يعني يبني قدامي موقف فاتعلم منه، من غير ما حد يقول لي. طب ما تحكي لنا موقف حصل قدامك اتعلمته. اقول لك، انا مره كابتن ثابت البطل، وانا من الناس المحظوظه برضو ان انا اول ما طلعت كان هو مدير كوره، قعدت معاه حوالي بتاع 4 سنين او 4 مواسم في الاول. وكان انا قلت الموقف ده قبل كده بس يمكن للتذكره، يعني كان في 3 4 من اللعيبه الكبار جدا في الفرقه والمؤثرين جدا ولهم اسمهم بشكل كبير قوي ونجوميتهم العاليه والطاغيه. فكانوا عملوا حاجه يعني بره اللائحه، والحاجه دي على اثرها في عقاب، يعني حصل عقاب. فلما جم يقبضوا يعني ياخدوا فلوسهم في اخر الشهر، كان زمان طبعا الاماليه مختلفه شويه عن دلوقتي، يعني سيستم كان مختلف في صرف الفلوس والمستحقات. فلقوا القبض ناقص فلوس مضاعفه، مش حاجه واحده بس، عن الخصم المتخيلين. هم متخيلين مثلا ان هم يتخصم منهم مثلا 2000 جنيه، فلقوا 4000 جنيه مثلا يعني. فهو قال جملة شهيرة قوي ودي أنا بستخدمها لحد دلوقتي وفي المفهوم والتنفيذ، إن هو بيقول لك أنت اتخصم منك بناء على تصرف أنت عملته، بس حق النادي فين بقى في الموضوع ده؟ يعني أنت عملت حاجة معينة، مثلا واحد اتخانق مع صاحبه مثلا أو زميله، يعني هما الاتنين هيتصالحوا مفيش كلام، يعني ده هما أقرب من بعض مني ليهم أكيد. يعني اكيد في المدرسه عندك بتحب الطفل، بيحب مدرسه جدا بس بيحب صاحبه اكتر، مظبوط؟ طبعا، حتى لو كانت علاقته كويسه بالمدرس يعني، فتلاقي الصحوبيه اعلى. وده طبيعي. فحق المكان فين؟ يعني حق المكان ده، حق مكان النادي الاهلي فين؟ الجهاز الفني فين؟ تقديرك للجهاز الفني، تقديرك لمدير الكوره، احترامك لزمايلك، للتيشيرت اللي انت لابسه فين؟ بيبقى فين في تفكيرك؟ هو الموضوع مش ان انت بتتعاقب وخلاص، مش ان انت عملت تصرف فبناء عليه خلصت، في حاجات مرتبطة باسم النادي. يعني نقدر نقول ان كابتن سيد ما بيستهونش في حق النادي ابدا؟ لا، اصل انت لو حاجة شخصية اخد ودي في الكلام مع نفسي، دي حاجة ترجع لي انا حر. يعني ممكن اتنازل عن حقي، ممكن اتنازل تسامح، ممكن انا سلس جدا، يعني الموضوع بالنسبة لي مش ما فيهوش عند كبير قوي، يعني لو الاطار في الامور الشخصية. لكن انت بتشتغل في مكان، المكان ده لا هو بتاعك ولا عزبتك ولا ورثته ولا هتورثه. امانة يعني. طبعا هو ولا هتورثه لحد، يعني هو جالك وهيتاخد منك. دي سنه حياه يعني. تمام، ولكن انا مش لاقي اخلاق افضل واحسن من كده اختم بيها فقرتي دي. لهم قبل ما من تختمي ده بس في دي، فدي حاجه عظيمه قبل ما تختمي في دي. والله انا 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 بتمنى دايما من المدربين الناشئين بالذات، يعني اوعى تستخسر يعني دقيقه ولا دقيقتين من وقتك او تستكترهم في مستقبل واحد. تخيلي المفهوم ده مهم قوي قوي، ان انت تقول خلاص بقى انا يعني انا شفت كتير. انت ممكن الدقيقتين ثلاثه اللي انت بتستكترهم على نفسك ده او على الولد ده يغير مستقبل الانسان، يغير بجد من مكان لمكان، من طريق لطريق، من بدايه لنهايه مختلفه تماما يعني. وهي دي الثقافه، دي امانه، دي امانه اللي انا بشوفها انها بتعبر عن عراقه النادي الاهلي حقيقي بجد. دي الثقافه الحقيقيه بالافعال مش بالكلام. خلصت الفقره فرد ووجهنا عليكم الاسئله، شايف نفسك صديتها كلها ولا لا؟ لا انا بص يعني الحمد لله رب العالمين، يعني اسالي زي ما انت عايزه مفيش مشكله. صديتها كلها ونجحت في فقره فرد. ماشي. خلصت فقرتنا لكن لسه ما خلصتش بقيه فقراتنا، ما تروحش في اي حاجه.